دايما بحب اللي بيتكلم يتكلم في كورة. يعني انا احب اتفرج على ماتشات يكون فيها تكافؤ بين الفرق اللي بتلعب وبعضها، لكن وان سايد جيم وفرقة بتمرح كده مع نفسها في الملعب ومفيش منافسة وقاعدة لوحدها كده في الملعب، مش بحسها كورة. يعني الكورة اتخلقت ان في اتنين منافسين، منافس قوي ومنافس بيحاول، يعني مش لازم يكون قوي زيه، لكن فرقة قوية وفرقة بتحاول. لكن فرقة قوية وفرقة مش موجودة، دي مش موجودة في الكورة، دي مش موجودة في الكورة. دايما الكورة اتخلقت ان يبقى فيه اسمه منافس، يعني اسمه لقاء. النهاردة سموحة يعني خسارة انها خدت مجهود وركبوا عربية وتحركوا وغيروا ونزلوا الملعب، يعني هم كانوا ريحوا نفسيهم وما كانش ينزلوا، يعني يوفروا مجهود وعناء وتعب الماتش. النهارده والله يعني لو ما كان سموحه ما اتحركش، ولو ما كان فرج عامر رئيس النادي اقول لهم ما ينزلوش، يعني المجهود اللي هم عملوه ده ملوش اي داعي تماما. النهارده سموحه جاي خسرانه بقى الماتش ما يبدا. مش دي سموحه، يعني انا متابع فريق سموحه، فريق مفروض محترم جدا، بيلعب كره حلوه جدا وعنده اسماء مش بطاله، يعني احمد عبد القادر ولا مصطفى فتحي وفي كام لاعب كويس، لكن النهارده ابيض ابيض شفاف مش موجود. يعني النهارده سموحه مش موجوده، النهارده سموحه جاي ابيض ابيض، اللعيبه مش عارفه تباصي، ما في مسح، في مسح للعيبه كلها. هل سموحه فجاه بقدره قادر نسيت الكوره؟ يعني اللعيبه مثلا خلاص جالهم فقدان ذاكره للكوره، بيلعبوا النهارده قدام الاهلي كانهم النهارده بيفتكروا الكوره لاول مره. يعني مش ممكن، يعني انتوا حصل لكم ايه؟ يعني انا بقول لفريق سموحه انتوا حصل لكم ايه؟ اللي احنا شفناه النهارده ده معناه ايه؟ يعني ايه تفسيره؟ ايه تفسيره يعني؟ يعني انا بحس النهارده ان سموحه كانها بتلعب في القسم الرابع. فريق مش قادر يباصي باصتين على بعض. لا شفافين، لا عارفين يباصوا ولا عارفين يرفعوا ولا عارفين يشوطوا ولا عارفين يعملوا اي حاجه. فريق مسالم طيب حنين جاي ضيف خفيف كده، ده انت المفروض الاهلي اللي ضيف عليك. لا النهارده سموحه مش موجود، هو اللي ضيف خفيف طيب اليف، تحس ان هو مش جاي مش عايز يعمل اي حاجه، مش عايز اي حاجه خالص. شوف انتوا عايزين ايه واعملوه. هو ماشي بالقاعده دي، سموحه النهارده ماشي بمبدا شوف انتوا عايزين تعملوا ايه واعملوه في الماتش. انا مصدوم، مش ده سموحه ابدا ولا دي فرقه سموحه. يعني انا مش عارف يعني انتوا ايه طموحاتكم؟ يعني لعيبه سموحه، وانا ضد نظريه ان اللعيبه بايعه الماتش واللعيبه متساهله، انا بقى يعني النغمه دي ما بتجيبش معايا، انا ما بقتنعش بيها. بس ايه طموحاتكم؟ فريق بلا طموح بلا اي حاجه، ما عندكش حتى طموح تاخد المركز التالت وتكسب، ما عندكش طموح كده حلو انك تلعب ماتش حلو وتجيب جوان وبتاع. ايه الحنكشه دي يا جماعه؟ كميه حنكشه من فريق سموحه النهارده، تعشي فرح بلا اي طموحات، حتى ما فيهم مصطفى فتحي، اللعيبه كلها اوت ذا جيم، مش موجودين، ضيوف خفاف ومسلمين نفسيهم للاهلي تسليم اهالي. انت عايز تكسب اكسب، عايز تجيب جوان جيب، اي حد بيعمل اي حاجه وهما مش عارفين يطلعوا بالكوره. فماتش ما ينفعش انا اتكلم فيه فنيا كتير يا جماعه، وما ينفعش انا ازعل من فريق سموحه اللي النهارده بلا طموح. وانا للاسف بقول لفريق سموحه لو تفضلوا كده مفيش طموحات لاي حاجه، لا عمرنا هنشوف فرق تانية بتاخد دوري، لا سموحه بقى ولا المقاولين. يعني انا نفس المقاولين الماتش الجاي ذئاب الجبل بصرع الهبوط، اتفرجوا بقى على ذئاب الجبل هتلعب ازاي. يعني انا واثق في فريق ذئاب الجبل مقاولين، شوف مركزه فين والماتش مش بعيد، الماتش مش بعيد، الماتش جاي اهو الخميس. اتفرجوا بقى يا فريق سموحه على ذئاب الجبل وكبرياء كده فريق المقاولين بانه بيلعب ما بيخافش. في للاسف عندنا فرق بتخاف من الفرق الكبرى. قافه، انت بتلعب قدام الاهلي يا عم، طب ما انت في مركز مش وحش. لا انا مخضوض، لا انا مرعوب. نفس كده الشراسه اللي عند فريق بيراميدز، الحاجات دي قليله يا جماعه في فرق معينه بما فيهم المقاولين، دايما عنده شراسه، دايما كده واثق من نفسه بغض النظر بقى في المركز الاخير ولا فوق ولا تحت. هتتفرجوا على ماتش رايق، فريق المقاولين هيعمل ماتش حكايه بغض النظر على اللي حصل النهارده. انا واثق في فريق المقاولين لان انا طول عمري بحترم فريق المقاولين ده، يعني ذئاب الجبل من زمان
كنت اسمع عنه كده من ايام جدي ووالدي، ويقول لي لا الافارقه وبيلعبوا في افريقيا وبتاع، سمعتهم دايما معروفه ان هم جامدين. بغض النظر الاجيال تتغير والمقاولين تلاقيه مش في مكانه، ولكن يبقى المقاولين مقاولين وعنده تاريخ وصنع نفسه تاريخ، واخد قبل كده السوبر واخد كاس مصر من الاهلي، يعني في موسم واحد خد كاس مصر والسوبر الاثنين مع بعض، خدوا من الاهلي وزمالك، وكان طبعا بص حكايه في افريقيا. فالماتش الجاي انا عايز اشوف بتوع سموحه يقعدوا يتعلموا بجد، لان النهارده مش موجودين، لا يتعلموا كيفيه التعامل مع الفرق الكبيره من المقاولين. من الماتش الجاي هتشوفوا حاجه متغيره، لكن النهارده الاستسلام يا جماعه ده والله العظيم حاجه تضيع اي منافسه في اي دوري، ان انت تبقى نازل مستسلم، ان انت تبقى نازل خايف. انا بتكلم على ايه؟ خايف ليه يا حبيبي؟ دي كوره، العبوا كورتكو، العبوا كورتكو. النهارده فين فين سموحه؟ ده سموحه يعني، ده سموحه اللي انت واخد مركز رابع، انت فاكر نفسك مركز اخير؟ انت مركز رابع ده انا تلعب كوره وبينك وبين اللي فوقيك نقطتين، لو كنت كسبت كانت تبقى التالت. تخسر 4-0 وما عملتش اي حاجه في الماتش خالص، مش معقوله. اتفرجوا بقى على فريق المقاولين الماتش الجاي هيعمل ازاي. وكلمه ليه جمهور نادي الزمالك من ناحيه فريقنا، احنا زي ما احنا مش عايزين نتوتر ان شاء الله باذن الله. زي ما انا احساسي ان الدوري السنه دي لنادي الزمالك عشان بس جمهوره، ان شاء الله ربنا هيكرمنا ببطوله الدوري السنه دي، والله احساس يا زملكاويه. وان شاء الله باذن الله الدوري هيكون بتاعنا السنه دي، وباذن الله هناخد معاهم الكاس، يبقى دوري وكاس. ده احساسي لان احنا صبرنا كتير وعايشين ايام صعبه قوي، وان شاء الله ربنا هيكرمنا بالدوري السنه دي. ولكن قولوا يا رب، وان شاء الله باذن الله الدوري هيخصنا، باذن الله هناخد الدوري، وباذن الله هيكون في ماتشات اقوى من كده ومنافسه احسن من كده. اصل يا جماعه اقول لكم على حاجه، مش فكره بقى منافسه بين زمالك واهلي وبتاع، الفكره شكل الدوري. لما الفريق اي فرق يعني لازم ما تبقاش نازل واثق ان الفريق الاهلي هيكسب كل الفرق، الزمالك هيكسب كل الفرق، ما ينفعش. الدوريات الكوره مش كده، الكوره انك تلاقي فريق في يعني اخر الدوري يكسبك، وفريق في مرسى من نص الجدول يكسبك، ده الطبيعي. لكن الطبيعي ان اهلي وزمالك وزمالك واهلي والباقي كله مش موجود، دي مش منافسه يعني، دي مش بطولات بالمنظر ده. ولكن زي ما قلت على ثقتي، المقاولين دي بقى حكايه، وهتتفرجوا على ذئاب الجبل وهي بتاع الماتشات، وشوفوا بقى مجلي وجمال مجلي اللي الزمالك عينه عليه لعيب حكايه. الموضوع لم ينتهي بعد، اتفرجوا على جمال المقاولين. انا من زمان بسمع وعارف، وقلت لكم من اجدادي ومن الناس كلها بتحكي لي على المقاولين. المقاولين ده يا جماعه فرقه ليها تاريخ، ودايما بتلعب في السيف سايد، سواء قدام زمالك قدام اهلي بتلعب بحماس، وده اللي مخليني محترم فريق المقاولين وصنع تاريخ لحد دلوقتي. اتفرجوا بقى على جمال مجلي، واتفرجوا بقى على النجوم اللي بتلعب بروح. ان شاء الله يبقى ماتش حلو جدا، ولسه الدوري طويل جدا جدا جدا، وانا بالصدفه لابس لبس المقاولين اهو. ان شاء الله باذن الله الخميس مش بعيد، وباذن الله باذن الله المقاولين هتعمل مفاجاه قويه جدا، وتوقعي انها هتفرح جمهور الزمالك اكيد. ان شاء الله الدوري لم ينتهي، وباذن الله الدوري زملكاوي، عايزين باذن الله بس نتماسك، ودعوات كل الزملكاويه ان شاء الله باذن الله الدوري يبقى اقل هديه لينا احنا كجمهور، لان احنا عانينا كتير. ونفسي باقي الفرق مش بس المقاولين، يعني المقاولين انا متاكد هتعمل ماتش حلو، نفسي باقي الفرق تلعب قدام الاهلي زي ما بتلعب قدام الفرق الباقيه. يا جماعه استمتعوا بالكوره، استمتعوا بالكوره، يعني الكوره اتخلقت للمتعه، ما تخافوش. نازل قدام الاهلي عادي، انت نازل قدام فريق زيه زيك. يعني على فكره لعيبه الاهلي جايه من المقاولين وجايه من سموحه وجايه من هنا، هو الاهلي ده مش جاي من الفضاء يا جماعه، لعيبه الاهلي مش جايه من الفضاء، ما هي جايه من فرق، من لعيبه من فرق صغيره برضو. وكونوا تيم، العبوا واصنعوا اسمكم، وما تخافوش، وصمموا على الفوز. وان شاء الله زي ما قلت هنتقابل اخر الموسم الدوري باذن الله زملكاوي، وانا لسه عندي احساسي، وان شاء الله حسي مش هيخيب باذن الله. وفي انتظار لقاء المقاولين، ذئاب الجبل هتقول كلمتها، وكلمتها ان شاء الله هتكون مفيده لجمهور نادي الزمالك ولفرقتنا باذن الله، عشان تكون منافسه شريفه، ونقدر ان احنا باذن الله نحسم هذا الموسم، ويكون موسم زملكاوي خالص. تحياتي ليكم، واللي جاي احسن. مصدوم في فريق سموحه، مش هقول اكتر من كده، اختم اللايف ان انا صدمتي كبيره في فريق سموحه. السلام عليكم.